سمع السيد كذلك الأخ، هذه يقول أم زوجتي مريضة ودائما زوجتي تذهب إلى أمها وتبقى معها ما يقارب 15 يوم هناك. مولانا الأجل، أنا أشوف نفسي، أنا أشوف نفسي عندي والدي، والدتي الله يعطيها العافية كبيرة بالسن، يعني إذا أخواتي ما يوقفن، إذا أخواتي ما يوقفن، إذا أنا ما أعرف وأدير بالي على أمي، من اللي يدير بالي عليه؟ واقعا تقول عندها أخوة، عندها أولاد، الجنة يا حجي ما أعرف شنو اسمه بالضبط، نعم هادي الأخ هادي، الحجي هادي، نعم الجنة مو مثل البنت، البنية أكثر اهتماما بأمها، أما الجنة أو زوجة ابنها مو مثلها يعني. فأنت حاول، أنا أقولها بصدق، حاول أن تكون عامل وسبب لبر زوجتك بوالدتها، وأنت تحصل ثواب لما تخلي زوجتك تروح تعين أمها، أنت تحصل ثواب، لأن أنت لولاك ولولا مسامحتك ما قدرت هاي المرة تساعد أمها وتبر بها. فكن على حال عاملا لبرها بأمها، ولا يعني حسب تعبيرنا لا يهمكم الآخرين يسوون لما يسوون، علينا إحنا هذول، يعني هاي أمها ضيف بعد يومين ثلاثة تروح، وهي في واقع الحال الآن بحاجة إلى بنتها، بحاجة إلى أولادها. وهنيئا هنيئا لمن يخدم والديه، هنيئا لمن يصرف وقت على والديه، وهنيئا لمن يعطي من نفسه وماله في سبيل والديه.